أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيارتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك. وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولن أفرش بالعمل الصالح لضجعتي وما لي چرا گریه نکنم چیه حالم خراب شده نمیتونم گریه کنم ولا ادری الا ما یکون مسیری وارا نفسی تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير أبكي لخروجي عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري انظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني.